ما معنى اسم ياسين؟ يمتلك اسم ياسين بجعبته عدة معان، منها اللغوية والاصطلاحية، ومنها ما هو متعلق بعلم النفس والشخصية وتأثير هذا الاسم في الأحلام ووجوده في القرآن الكريم وفضله. ياسين هو اسم مذكر مقتبس من القرآن الكريم في قوله تعالى: ياسين والقرآن الكريم إنه لمن المرسلين. قيل أنه اسم عربي وهو من فواتح السور، وقيل أيضا إنه اسم حبشي ومعناه يا رجل، ويقال أيضا أنه قسم من الله تعالى وهو لفظ قرآني مبارك. يدل اسم ياسين في علم النفس على شخصية صعبة وشديدة في التعامل، ويحب صاحب هذا الاسم أن يكون كل شيء على أكمل وجه، ويصف بالعصبية والغضب ولا يتصف عفوا بالعصبية والغضب ولكنه سرعان ما يهدأ. ذكرنا بأن اسم ياسين وجد في القرآن الكريم، وهو من الأسماء التي ظهرت لاحقا في معجم الأسماء، ولم يتم ورود هذا الاسم في عهد الصحابة الكرام، ولم يظهر إلا في العصور المتأخرة. ويكتب اسم ياسين حسب ما ينطق به، لا بحروف التهجئة، وليس كما يفعل بعض الناس ويكتبونه بحرف الياء والسين، وهو اسم ذو فضل كبير لأنه ذكر في القرآن الكريم. يعول بعض الناس على رؤيتهم لأشخاص يحملون اسم ياسين أو وجود هذا الاسم وتكراره أو قراءة سورة ياسين في الحلم إلى الخير والرزق والسعة، وقيل يرزقه الله الرحمة والغفران وينال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.